تفضلوا ابوي اخوتي وعمامي، انا ما اعيد عنهم، هم سنينتهم، لكن يسمحوا لي هالمره انه اتجاوز على حقهم، لان هو ولد ابنهم. فعلا ابن العشيره. نعم. الشيء الاخر هو تعرفون الموضوع يعني ما يعوض شيء. لا والله. الانبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم النبي هو مصطفى اختاره الله، لكن لما فقد ابراهيم عليه السلام قال له ان القلب لا يحزن والعين لا تدمع وان على فراقك لمحزونون. ولا نقول ما يغضب الرب، انا الله لا يراجع. فاحنا بالنسبه هذا الاجراء اللي صار والاجراء العرفي اللي الغايه من عنده هو كاجراء رادع للانسان، يكون يعني متروي وورع خلال تعامله مع الاخرين، مع ارواح الاخرين. فانا بالنسبه للديه اللي اتفقتوا عليها هي طايحه لوجه الله تعالى. عافيه. نعم. جزاك الله خير. اولا اشكرك شكرا جزيلا. هذا شيخ اسود الشيخ ابو عيسى من العامريه. والله يعطيك الصبر والسلوان. امين. جزاك الله خير. بس اكو نظام بالعشائر لا يرفعون الفصل ويقولون اكو جبره لمو الوليد ينطونها، فهاي ما تلغيها كلها، ما يصير. انا اشكرك شيخنا الكريم واشكر ابو عيسى اللي تربطنا بهم علاقه خاصه. حتى هاي الجبره هم زين كرمانه ايش تشاتك هاي واصل.